السلام عليكم المشاهدين، لاباس عليكم؟ بخير هانيين، صحتكم لاباس، كلشي مزيان. اليوم المشاهدين غادي نوجد معكم واحد جينواز اللي كيوجد اقتصادي بزاف بزاف بزاف، اقتصادي لواحد الدرجه هادي، وما كنبقاوش خدم هادي بوحدها، دير هادي بوحدها، ما كنديروش هكا. كيني اما نورمالمون خصني ندير ثلاثه البيضات، انا غندير غير جوج ديال البيضات لانهم عندي كبارين كيف كتشوفوا. عندي هنايا جوج بيضات كبار، عندي اربع كاس ديال الحليب هانتوما كيفاش كتشوفوا، عندي اربع كاس ديال الزيت يعني ما وصلش نباتيه، وعندي اربع كاس ديال السكر، وعندي جوج خمارات ديال الفاني، وهذه ما غاديش نديرها كامله، ندير منها غير ربع، وعندي جوج معالق ديال الحليب بودر وقبيصه ديال الملح. درنا قبيصه ديال الملح باش عدل لينا. دابا غادي ندوزو كيفاش غنخدموه، نتوما نديرو غير في الجراب ديال هكا بلا ما نديرو في العجانة. عندي ربع كاس الحليب، ربع كاس الزيت، غادي ندير كاس لارو ديال السكر، غادي ندير فاني، غادي ندير معلقة ديال البتي كاربون المشاهدين، معلقة صغيرة ديك باش كنعبرو الحليب ديال الغبرة. اوكي غادي ندير معلقة د مايزينا، غادي ندير معلقة ديال الحليب بالغبرة هاد الأولى وهاد الثانية، ثم غادي ندير فقط كاس ديال الدقيق الابيض، غادي نخدمها ونرجع معكم. ثم المشاهدين العجين ديالي هو واجد، دابا غادي ندير، خليت هنا قياس ديال واحد سما صغيره، ثم كيفاش كيجي. دابا غادي ندير شوكولا كاوبيل، كديروا القياس اللي ترجع لكم اللون ديالها اللي بغيتو، حيت على حسب كاين اللي كيبغي يجي يعني مر بزاف، كاين اللي لا. انا غادي نديرو درت القياس ديالي، درت 3 د المعالق ديال كاوبيل، نخدمها ونرجع معكم باش ما نصدعكمش. ثم المشاهدين هما وجدتهم، درت وحده صغيره هكا بالشكلاط، ودرت هذه بيضه. دابا غندخلهم للفران على 150 درجه، غادي
نرجع معكم انتم المشاهدين. غادي ندوزو نوجدو الكريمه. كنستعمل هذه الكريمه هذه المشاهدين اللي هي على تيبول فلون. عندي هنايا 250 مليلتر ديال الحليب. ندير جوج ديال الشاشيات. هي نورمالمون هاد الباكو فيه 4 ديال لي ساشي. انا استعملت غير جوج. انتم المشاهدين اما عندي الجينواز ديالي هو وجد. هانتوما كيفاش كيجي. كيجيو خفافين كيجيو هشاشين على المشاهدين. هانتوما دابا انا درت هنايا الحليب ودرت معاه النكهه ديال اللوز. غادي نحاول نرشا شويه بهاكم بهاد الحليب مع النكهه ديال اللوز. شويه شي بزاف. انتم المشاهدين هاد الكريمه انا كنخدمها وانا كنكون موجده هادشي باش كنخليها فوق العافيه هكا وكنخدم بها لان هاد غير كتجمد. المهم راه هي ديال تركيا دغيا كتجمد المشاهدين. هذاك الشيء علاش كنخدم بها وهي سخونه. ما يمكنش تخدموا بها وهي بارده. ما كتبغيش تعاود تضرب يعني تضرب بها بحال هكذا او هذه راه هي ما كتعاودش تبغي هذا. مشاهدين انا جربتها زعما ماشي مره ماشي جوج لكن راه هي ما كتعطينيش داك هذه اللي انا باغيه. يعني خص تخدموا بها وهي سخونه. دابا غادي نعاود ندير هذه ديالي هكا. غادي نعاود ندير لها نسقيها بالحليب والروح ديال اللوز باش كيجي فيها داك المذاق ديال اللوز كيجي زوين المشاهدين. شتي هانتوما المشاهدين كنخدم بها وهي سخيخنا دغيا دغيا كتجمد. يعني ما كتجي فين توصليها للحلوه حتى كتجمد. نتوما المشاهدين غادي نولي نشكل مزيان هادي ونرجع معكم. السلام عليكم المشاهدين. سمحوا لي بزاف المشاهدين ما درتش معكم الطبقات كما بغيت انا لان التليفون ما بغاش يخدم لي. تجا دابا الراجل ديالي عاد باش صايبولي ما عرفتش علاش كيبدا كيعطيني واحد لادي تيقول لك بان عامر ما كيبغيش يخدم ليا. انتم المشاهدين الحلوه ديالي هي هادي. المهم راه درت معكم واحد الطبقه بعدا كيني راه كيف ما شفتوا الطبقه هي هذيك درتها هكا كيني يعني ما كاينش شي حاجه اللي هي هذه. مع الاسف التليفون ما بغاش يخدم ليا. مضطريت باش نكمل هكا كيني. نخليها تعاودي تبرد باش الكريمه اللي الفوق. يا هادي المشاهدين انا كنموت على هاد الكريمه هادي هكا ديال الفريز كتعجبني دائما تنستعملها هكا في الحلويات. وهنايا انتما درت لها اللوز في الجناب. دابا غنديرها تبرد شويه.
معكم. انتم المشاهدين، الحلوه ديالي هي بردات، غادي نقطعها معكم. بسم الله توكلت على الله. المهم راه باقا ما بردتش مزيان المشاهدين، مع التليفون اليوم راح نوقني. بسم الله توكلنا على الله. انتما كيفاش كتجي المشاهدين؟ كتجي هكا الطبقات، هيا كيجيو هكا الطبقات ديالها، كتشوفو تجي زوينة. طيحتها لينا باقا ما بردتش مزيان، هكا كتجي. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. هيا هنايا انتما هكا كيجي الشكل ديالها، كتجي لذيذة، كتجي زوينة بمذاق اللوز، كتجي غزالة، والمذاق ديال الفريز تا هو كيجي زوين. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، ودعمونا بالجيم واشتراك في القناة، وسمحوا لي على الطبقات راني ما درتهمش كاملين معاكم. انتم انا غادي نوريهم لكم، تندير الحلوة ورش بالحليب وهذاك ديال اللوز، الروح ديال اللوز، وكندير الطبقات. والاخرى درتها صغيره هي اللي كنت درت باللوز. المهم انتم المشاهدين، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا، ودعمونا بالجيم واشتراك في القناه، وشكرا بزاف. وسمحوا لي اليوم على التليفون، ان شاء الله غادي نشري تليفون مزيان مع التقطيعات ان شاء الله معكم مزيان. وشكرا، والى اللقاء الى فيديو قادم.